جديده. انا انصح اللي اصغر مني سنا، لو عدت صغيرا ماذا ساقول لصغري؟ الناس اول كان قلوبها نقيه، اكون دراستي الى الجامعه افضل من ان اكون في او يعني في الحرم اكون. ما فات مات. اكبر ذنب ممكن ارتكبته في حياتي انه You're gonna lose a lot. اريد ان انصح اللي اصغر مني سنا بالتعليم اولا في المدرسه، واتقاء الله في الصلاه والعبادات كافه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انصح نفسي تقوى الله عز وجل، ثانيا ان اكمل دراستي، وثالثا ان ابني نفسي مستقبل جيد. بإمكاني أن أنصح نفسي على المثابرة والجد والنجاح والأفضل، الأفضل من ما عملت سابقا. إذا عدت صغيرا سأخبر نفسي بأن الاعتماد على النفس فضيلة. الاعتماد على النفس قبل كل شيء، ولا تكون ضعيفا، كن قويا، فالضعف للصغار. هذا ما أريد أن أقوله. السلام عليكم. First of all, I like to say to anyone, don't think about anyone. You have to think about yourself before you think about anyone, because nobody can help you in this life, and nobody can do anything for you. It's just yourself. That's all. Thank you. أقارب الساعة ما ترجع على الورا. ما فات مات. اللي راح ما عاد يرجع مرة ثانية. أنا الحين خلاص شايف. يقول لك كلام الصغير كنقش في الحجر ما يروح. أتذكر اللي كان أقول وأنا صغير، فالحمد لله رب العالمين إني أذكر الحاجة اللي كان قبل 80 سنة. 80 سنة. كم عمرك الآن؟ 83. اللهم بارك. الحمد لله. الناس مختلفة، القلوب مختلفة. يعني الناس أول كان قلوبها شوية نقية، الآن لا، هذا ما يسأل عن هذا، هذا ما يسأل عن هذا، يعني كله متغير. النصيحة لك أولا وقبل كل شيء، الله سبحانه وتعالى خليه فوق كل شيء، اعتمادك، اتكالك، توجهك، كله خليه على الله. والأمور الدنيوية لابد منها، لكن اعتمد على الله وتوكل، هذا في الأساس. الأساس الله سبحانه وتعالى هو اللي ييسر الأمور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلمنا من الحياة أن تشتغل وتجتهد في عملك وتنجح في العمل. إذا عملت واشتغلت في من صباح إلى آخر الليل، فأنصح الشباب والشابات يعني الذي يبغى مقبل على تجارة، مقبل على أي شيء، أن يتوكل على الله ويفتح له باب رزق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ننصح جميع إخواننا المسلمين في أي مكان في الدنيا بتقوى الله وأخذ الحق بجميع أعوانه وحفظ القرآن وتعلم القرآن. نطلب من الله الرضا والعون والعافية. نحن بلغنا من العمر 57 عاما، وهذه الدنيا نركض وراء الدنيا ولا نستفيد شيء، ولكن رضا الله هو أخير رضا. الله يسعدك. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاكم الله خير. يعني لو رجع بي الزمن للوراء، في أشياء كثيرة ممكن كنا نجهلها، أو ربما يعني قد تكون خاطئة ونظن أنها صحيحة. فودي أن لو ترجع الزمن للوراء بدون صحيحها، اللي هي أكبر
ذنب ممكن ارتكبته في حياتي اني طلعت من المدرسة مع اني كانت امكانياتي ممكن امكانياتي المادية مع اني كنت الحمد لله شاطر في المدرسة كنت من الاوائل في المدرسة ولكن ممكن يعني ما في حظ ولا في نصيب اني اكمل الدراسة ولكن الحمد لله ارضي بالمقسوم وارضي بالوضع اللي انا فيه الحين والحمد لله ربما يكون الوضع اللي انا فيه الحين افضل من اني كملت الدراسة وشكرا. اتمنى لو اني رجعت بالوراء وكملت دراستي واجتهدت اكثر من كذا يعني اسال الله ان يوفق الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الخلق. اليوم موضوعنا نحن نتكلم عن الفشل. فشل فما هو مشكلة، فهمت كيف؟ المشكل الفشل يعني شيء، فالانسان يحاول ويكرر المرة الثانية المرة الثالثة. يعني الإنسان فشل في الدراسة فما هو مشكلة، يعني عادي يعني يبدأ يكمل بعد، يفشل مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة مرات فتجي ولا توقف عن أحلامك. الأحلام هي كل شيء، ومن ليس له أحلام ليس له مستقبل. تعلمت من الحياة، يعني علمتني الحياة الحب والاحترام وطاعة الوالدين والصلاة والصيام وصلة الرحم والأخلاق والاحترام مع الصغير والكبير. السلام عليكم. I would inform my younger self that time is the most precious thing we have, so don't waste it. Just go for wherever you want to achieve. Believe in your dreams, believe in your abilities. Believe in yourself. That's the first thing that I want to say to my younger self. The second thing is respect your parents by obeying them and spending time with them and being kind to them. Third thing is, and this is very important, guys, focus with me, especially youngsters. Be aware of getting trapped with wrong people and wrong relationships because it's gonna take a lot from you. You're gonna lose a lot, so just simply make yourself the priority and love yourself. That's it, guys. I'll try to be a better person. So thank you for having me today. Have a good day. لا تكبر إنه فخ. الحياة حلوة. دراسي إلى الجامعة أفضل من أن أكون في أولى عني في الحرم أكون. لو عاد الزمان بين الخلف وكنت صغير. لو عاد بي الزمان. لو عاد الزمان بي الوراء كنت أكمل دراستي. عاد الزمان بي إلى طفولة عشت طفولتي أكثر ومرحت أكثر ولعبت أكثر وكنت أكملت دراستي الجامعية كاملة، تخصصت في تخصص كنت أتمناه الدكتوراه، لكن هذه حكمة الله عز وجل، ربما كان خيرا لي أن أكون في هذا المكان، ونسأل الله التوفيق للجميع. قد لو عاد بي الزمان الى الوراء لاتخذت كل سلمة يقولها لي والدي بعين الاعتبار، ولبنيت مجدي منذ صغري، واتبني خطتك المستقبلية منذ صغرك لكي يكون لك هدفا تبنيه بالمستقبل. فعندما تخرج من الدراسة تكون مشتت الفكر، لا تدري ماذا تفعل، تكثر الأحداث. فعندما تكون صغيرا وتريد ان تمشي نحو هدف لازم ان تخطط له منذ البداية. نصيحتي هي أن يتق الله، التقى أساس كل شيء، ثم يقنع بما كتب له الله ويستمر في طلب الرزق والعلم. جزاك الله خيرا.